الله بصي وده يجنن. حلو قوي بقى، بس ده عايز له مهية شهرين. اه فستان بسبعين وثمانين جنيه كتير قوي. اللي انا مستغربه له قوي، اشمعنى يعني معاد يوم الاربع ده؟ ما كان خلاه يوم الخميس، على الاقل يوم الخميس ما عندنا الشغل. هو الزهر عليه عاوز يفرجك على شقته. يبقى كتر خيره، حكم مفيش حاجة تعمل قيمة للراجل اليومين دول غير شقته. زمان بقى كانت قيمته في يا دي الخيبة، كنت هغلط. جاية يا جدعان، انت ماشي تلزق فينا كده ليه؟ تكونش عايز باروكة ولا صباع روج؟ عاوز كاستور. كاستور؟ استر على عبادك يا رب، الكاستور تلاقيه في عمرة فندي يا ابو دم خفيف. ناس مالها بقت بكحة كده يا اختي؟ مش عارفة.